فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضل، فهل معنى ذلك أنها تعدل من قرأ ثلثه في الأجر، فيكون من قرأها ثلاثا له أجر من قرأ القرآن كاملا؟ هي إذا قرأها مع ما تيسر من القرآن يحصل على أجرها وأجر ما تلا من القرآن، زيادة خير ما يقتصر عليها. يقرأ القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ما يقول أنا تكفينا سورة الإخلاص ويترك تلاوة القرآن ويترك، لا، يجمع بين هذا وهذا يحصل على الخير الكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا مستقلا في تفسير سورة الإخلاص، عنوانه جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهو مطبوع كثير ولله الحمد. نعم.